تتهم إيران عادة من قبل الغرب بأنها من الدول الراعية للإرهاب، وفيما يشبه تبادل للأدوار ها هي تلبس الغرب صفة الداعم الرسمي للإرهاب. نجحت طهران في إعطاء بعد دولي لقمة مكافحة الإرهاب التي تستضيفها بمشاركة زعماء 6 دول يجمعها وإيران تقارب في المواقف حول تعريف الفرق بين المقاومة المشروعة والإرهاب وقضايا الشرق الأوسط. اعتبر أحمد نجاد موجها كلامه لقادة العراق وأفغانستان وباكستان، حيث تقود القوات الأمريكية حربها ضد الإرهاب، اعتبر أن الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا هي المسؤولة الفعلية عن استمرار بؤر العنف في المنطقة. متأسفم إعلام كنن كأفراد وغروهاي. يؤسفني أن أقول إن الأفراد والجماعات المسؤولة عن هذه الاعتداءات تستفيد من حماية بعض الحكومات الأوروبية والساسة الأمريكيين. هكذا تريد طهران أن تقلب الوضع رأسا على عقب، فتصبح إيران في وضع المتضرر والغرب في وضع المتهم. إيران تواجه عادة تهمة إمداد تنظيمات وضعتها إسرائيل وحلفاؤها في الغرب على قائمة الجماعات المساندة للإرهاب مثل حركة حماس وحزب الله. في المقابل تشير طهران بأصابع الاتهام لإسرائيل والغرب بالوقوف وراء أحداث بعينها تقول إنها تستهدف أمنها واستقرارها. الرئيس الباكستاني اعتبر هو الآخر أن بلاده عانت أكثر من غيرها من ويلات الإرهاب، رغم أن الشكوك تحول حول إسلام أباد بالاستمرار في إيواء المتشددين. جنودنا الآن يقاتلون في الخنادق على الجبهة في معركة القرن. نحن نخوض حربا ستحدد مصير بلادنا وبلادكم أيضا. مؤتمر طهران الموسع حول الإرهاب سبقه اجتماع اقتصر على رؤساء إيران وأفغانستان وباكستان، أفضى إلى اتفاق على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وانبثق عن القمة المصغرة بيان يربط مكافحة التطرف والحركات المسلحة برفض التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة. وليس من المصادفة أن تتزامن القمة مع استعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها من العراق وأفغانستان. الصديق أبو الحسن، BBC.